الهاتف الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى. أهلا بك دكتورة. طبعا كيف تابعتي مشاركة المرأة في الانتخابات بجولتها الأولى؟ مساء الخير. طبعا بداية لابد من تجديد التهنئة لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة النجاح حقيقة التاريخي نقدر نسميه أو نطلق عليه في الاستحقاق الدستوري الديمقراطي اللي شهدته البحرين. تسجيل أهل البحرين بداية لنسبة مشاركة تاريخية واللي طبعا بلغت مثل ما أنتم عارفين 73%، هذه حقيقة تعكس مدى الوعي بالمشاركة والإيمان بالديمقراطية والقناعة بالمشروع الكبير اللي يقوده جلالة الملك المعظم. فالمرأة سجلت مشاركتها بنسبة 48% من إجمالي الكتلة الناخبة، وهذه يعني يمثل أو يعني يمثل الحضور الثقيل للمرأة في المجتمع، وأن صوت المرأة مسموع وأنها أيضا صاحبة قرار في الاختيار. اللي يميز هذه الانتخابات أكثر أنها تاريخية في كل شيء، تاريخية في نسبة المشاركة، تاريخية في مشاركة المرأة. فمثل ما احنا عارفين ارتفع عدد المرشحات من 39 امرأة في انتخابات 2018 إلى 94 امرأة في هذه الانتخابات. هذا العدد من المرشحات هو الأكبر منذ استئناف الحياة النيابية. كذلك سجلت هذه الانتخابات حضور تاريخي من خلال فوز امرأة في عضوية مجلس النواب للمرة الثانية، وهذه اختي تهير ما تحقق سابقا مع نائبات سابقات. فكل هذه مؤشرات صحية تعكس حيوية ديمقراطيتنا وتعكس قدرة الناخب على اختيار من يراه الأجدر لتمثيله تحت قبة البرلمان. أحب أضيف أيضا أن الـ 97 امرأة اللي تقدموا لنيل الثقة الشعبية ما كانوا مجرد أرقام ضمن المرشحين، بل بعضهم كانوا أرقام صعبة وتأهلوا إلى جولة الإعادة يوم السبت المقبل. نعم. فهذا يعني أن احنا أمام مشهد جديد من خلال تنافس 9 مرشحات في عدد من دوائر الإعادة اللي هما 34 دائرة، وننتظر الحسم بإذن الله يوم السبت. فهذا مؤشر أن المرأة تنافس الرجل في البرنامج الانتخابي، وأن المرأة قادرة على الإقناع والتأثير للتمثيل تحت قبة البرلمان. نعم دكتورة جهاد، كيف يعني مشاركة المرأة تنوعت بين الترشح لعضوية مجلس النواب وطبعا المجالس البلدية وأيضا المشاركة في التصويت؟ ما هي دلالات هذا التنوع في المشاركة؟ طبعا مثل ما ذكرت لك يعني دلالات المشاركة هذه أن المرأة مثل ما ذكرت أنها منافسة قوية ومنافسة شرسة للرجل، والمرأة أنها حظت أيضا على ثقة المواطن البحريني. نعم. في إعطاء صوتها لأن أنها تقوم بتمثيله إن كان في البرلمان أو كان في المجالس البلدية. فعلى يعني على مر السنوات طبعا شفنا كيف أن المرأة تقدمت، وأنها يعني قبل كنا نأمل أن المرأة تصل لقبة البرلمان، بعدين زاد الطموح عندنا أن المرأة أن يعني تترأس لجنة برلمانية، بعدين هذا الطموح أيضا كبر لتولي المرأة منصب متقدم مثل نائبي الرئيس، وزاد برئاسة المرأة للمجلس التشريعي المنتخب. فنحن اليوم أمام استحقاق جديد. نعم. ويعني كلنا على ثقة تامة أن المرأة لها مثل ما ذكرت ثقلها ولها دورها في مختلف المواقع البرلمانية وأيضا في المجالس البلدية. فتجربتنا أثبتت أن المرأة في الجانب البرلماني طبعا قادرة على الإنجاز من خلال أدائها التشريعي. نعم. من خلال مشاركتها أيضا في الدبلوماسية البرلمانية. نعم. فشفنا طبعا الإحصائيات أن طبعا بينت تفوق المرأة في استخدامها للأدوات البرلمانية مقارنة بزملائها الرجال في المجلس. إذن الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.